لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. لا شك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، هل كفارة الجماع على الترتيب أم التخيير؟ ذهب في نهار رمضان وعند الحنفية والمالكية كذلك الفطر بالأكل والشرب، وقد شرحنا هذه المسألة بالأمس شرحا وافيا أنها على الترتيب المذكور في الحديث، فيجب العتق أولا، فإن عجز عنه صام شهرين متتابعين. نؤكد ليس فيها رمضان ولا أيام العيدين والتشريق، يعني هو عارف إن هو هيجي عليه رمضان أو هيجي عليه يوم العيد، يبقى مش هينفع إن هو إيه يصوم، هيبقى مفطر وجوبا، يبقى ما ينفعش. وهو كذلك لازم يبدأ الصيام وليس فيها أيام محرمة الصيام، لازم يبدأ الصيام مثلا من يوم 2 شوال علشان يصوم لحد 2 ذو الحجة، يبقى كده صام شهرين متتابعين، أو يصوم بعد أيام التشريق كما شاء. الصيام ده شهرين متتابعين، إذا صام مع الهلال، يعني افترض أنه صام مع هلال المحرم، يبقى هيحسب الشهرين متتابعين بالأهلة، طلعت 29 و29 خلاص يجزئه. طب صام من نص الشهر، الشهر اللي في النص يكون بالأهلة، والشهر اللي هو نصه في الأول ويكمل يكمل 30 يوما. يعني افترض ان هو هيبدأ الصيام من 15 المحرم، هيبقى هيأتي عليه هلال صفر، وهيصوم صفر بالهلال، لو رؤية الهلال 29 ب29 هلال ايه يعني اللي هو هلال ربيع. طب ال 15 يوم اللي صامهم او 14 يوم لازم يكملهم 30 يوم، لانه لا يدري هل هذا الشهر سيكون ايضا كاملا 39 يوما او 29، وبالتالي فهيصوم الشهر اللي في النص اللي هو ضمن الشهرين المتتابعين بالأهلة بالهلال بتاعه زي ما يكون الهلال رؤي، ويكمل الشهر الآخر الذي بدأ من منتصفه ويصوم نصف الشهر الآخر أو حسب عدد الأيام يكمل 30 يوما. يقول فإن عجز عن الصيام أطعم 60 مسكينا من أوسط ما يطعم منه أهله، وأنه لا يصح الانتقال من العتق إلى الصيام إلا مع عدم الوجود، ومن الصيام إلى الإطعام إلا مع عدم الاستطاعة، لكن الصحيح أن كفارة الجماع والفطر في رمضان على التخيير، وأن الترتيب مستحب لا واجب، وهو مذهب المالكية ورواية عن أحمد لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا أو تفيد التخيير. ولأن قول النبي صلى الله عليه وسلم للمجامع هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ليس في لفظه أو سياقه ما يدل على وجوب الترتيب، فغاية ما في هذه الصيغة أن الترتيب مشروع، وهو إن كان أفضل وأحوط، لكن النزاع هنا إنما هو في وجوبه ولزومه، فالحديث ليس نصا في الترتيب.
لان ايه اللي هيكون نص في الترتيب في الظهار؟ قال الله عز وجل: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. إذا ده تقييد واضح صريح. لكن صيغة هل تجد، يمكن الرسول بيسأله هل تجد أو هل تستطيع علشان يأمره بالأفضل، وهذه الصيغة لها ما يناظرها. لم يأمره بعتق الرقبة أولا، لم يقل له أعتق رقبة، قال لا أجد، قال صم شهرين، قال لا أجد، قال أطعم 60 مسكينا. لا، ما قالوش كده، ده قال له هل تجد. لم يقل له إن لم تستطع كذا فعليك كذا، فرق بين الصورتين. مثال مثل ذلك ما جاء في بعض روايات حديث كعب بن أجرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما آذته هوام رأسه، كان ده في فدية الأذى في الحج، ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى، الأمل نازل من على وشه من كثرة شعره، وممنوع أنه يحلق شعره، هيعمل إيه في الأمل ده كله؟ فأرهقه كثرة الخمر. فقال أتجد شاة؟ قلت لا. قال صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام. فهذه الصيغة أتجد شاة وردت مع الاتفاق على أن الفدية في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أنها على التخيير. فإذا مثل هذه الصيغة هل تجد هل تستطيع ليست صريحة في إفادة وجوب الترتيب، لأن الرسول استعملها في حاجة فيها ترتيب، بس الشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم قال له هل تجد شاة، فكان ده كان أفضل حاجة، ومع ذلك خيره. فربما كان النبي صلى الله عليه وسلم إن سأله إن كان يستطيع أن يعتق رقبة للمجامع يعني، ثم إن كان يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، ليدله أمر صريح. فلما لم يستطع الرجل شيئا من ذلك أمره أن يطعم 60 مسكينا، والظاهر أن عليه أن يطعم كل مسكين مدة، ويمكن أن يملكه إياه أو أن يأتي 60 مسكينا فيطعمهم حتى يشبعهم، ولا بد أن يكون العدد 60 مسكينا، ولا يجوز أن يطعم مسكينا واحدا 60 مرة. يبقى احنا عندنا طريقتين في الإطعام، إما أن يعطيه المد. طب احنا خدنا مد ليه؟ عشان الحديث ده ورد فيه عرق يتسع ايه 15 صاعا، يعني يساوي كم مد؟ 60 مدا، لان المد الصاع 4 أمداد. يبقى 60 مسكين كل واحد منهم سيكون له ايه؟ مد. اذا هذا يجزئ. احنا عندنا في الكفارات اشياء منصوص عليها وفي اشياء مسكوت عنها. فعندنا في فدية الأذى إذا حلق شعره أو لبس ملابس أثناء الإحرام ففيه فدية الأذى. فدية الأذى نص النبي صلى الله عليه وسلم على أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام أو من تمر، أطعم 6 مساكين 3 أصع. يبقى هنلتزم بالمنصوص عليه. وفي المنصوص أيضا كفارة الظهار. في الظهار قال لسلمة بن صخر أطعم 60 مسكينا كل مسكين نصف صاع من طعام أو من تمر. وعندنا في كفارة المجامع في رمضان أمره أن يطعم مدا لكل مسكين. هذا هو المنصوص عليه. المسكوت عنه كفارة اليمين، والمسكوت عنه جزاء قتل الصيد. فهذا
الصحيح في كل ما سكت عنه، وكذلك مسكوت عنه في الفدية لمن أفطر في رمضان من الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والحمل والمرضع. دول لم يذكر المقدار الذي يطعم فيه، الذي يطعم المساكين، فهذا يجزئ فيه ما سمي إطعاما لمسكين. طعام مسكين ده أجزأ فيه في هذا المجامع في رمضان أجزأ مد. فأحب إلينا أن يحتاط وأن يطعم نصف صاع لكل مسكين في كل أنواع الكفارات، ولكن في غير المنصوص عليه يجزيه أن يطعم مدا، أو أن يأتي بالمساكين فيطعمهم حتى يشبعهم، لما فعل أنس رضي الله عنه لما عجز عن الصوم في سنة من السنوات في كبره، أحضر 30 مسكينا وأطعمهم حتى أشبعهم وجبة واحدة، يجزئ ذلك. والمتفق طبعا ده في خلاف بين العلماء انه يجيب لهم اكل يعني مطبوخ، لكنهم متفقون على انه اذا اتى بالحب وملكهم اياه فانه يجزئه. نقول: ومن جامع عمدا في نهار رمضان ولم يكفر ثم جامع في يوم اخر منه فعليه كفارة واحدة عند الأحناف ورواية عن أحمد. قالوا: لأنها جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها فتتداخل. والصحيح وأقرب إلى أن نقول الصواب أن عليه كفارتين، أن عليه كفارتين، وهو مذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد، لأنه بهاتين الجنايتين قد انتهك حرمة يومين من أيام رمضان، لأن كل يوم عبادة مستقلة فيجب في كل يوم قضاء وكفارة، وده الصحيح. وقد أجمع العلماء كذلك على أن من جامع في نهار رمضان عامدا وكفر ثم جامع في يوم آخر فعليه كفارة أخرى. طب يبقى ده بالأولى، أو أقصد هذا مماثل له، يعني إن هو طالما أنت قلت إن لو جامع وكفر سواء بالعتق أو بالإطعام وبعدين يوم تاني تكرر منه ذلك، يبقى مستقلا عليه كفارة أخرى وعليه قضاء يومين. وكذلك أجمعوا على أن من جامع مرتين في يوم واحد ولم يكفر عن الجماع الأول أن عليه كفارة واحدة، لأن هو يوم واحد. فإن كفر عن الجماع الأول، يعني هو أفطر الصبح بالجماع أو بالأكل والشرب كما يقول الحنفية والمالكية، وده اللي بنرجحه، ثم أطعم ثم أعتق رقبة ثم جامع في نفس اليوم، لم تلزمه كفارة ثانية عند جمهور العلماء، وقال الإمام أحمد عليه كفارة ثانية. والراجح ما ذهب إليه الجمهور من عدم لزوم كفارة ثانية، فلو أنه جامع وأعتق رقبة ثم جامع مرة أخرى في نفس اليوم فالصحيح أن عليه كفارة واحدة، لأنه لم ينتهك إلا حرمة يوم واحد من أيام رمضان، ولأنه لما جامع في المرة الثانية كان مفطرا. من مفطرات الصيام الاستمناء، وهو تعمد إخراج المني بأي سبب من الأسباب، كتقريب الرجل لزوجته أو ضمها إليه، ضمها إليه يعني احتضن، أو كان باليد. فهو يفسد الصيام، محرم في الصيام ويفسده. قال الله تعالى في الحديث القدسي عن الصائم: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، ومن استمنى لم يدع شهوته
لأنه وجد اللذة التي تكون عند انتقال المني في الجماع، فهو مثل الجماع. والصحيح أن الاستمناء يوجب القضاء والكفارة، لأنه من لم يدع شهوته. إذا رجحنا أن الأكل والشرب يقاس على الجماع، فالاستمناء يقاس على الجماع أولى. أما من كان لا يعلم أنه يفطر فصومه صحيح إذا كان غير مقصر في طلب العلم. أما إذا كان مقصرا في طلب العلم، يعني أهل بلده فيهم علماء وهناك دروس للعلم وهو الذي لم يحضرها، فعليه القضاء والكفارة. العبرة في هذا هل قصر في طلب العلم أم لا. ومن خرج منه المني لترداده النظر، عمال يبص، جايب المواقع الإباحية وعمال يبص، أما حتى نزل من خرج منه المني، فالراجح من أقوال العلماء أن صومه يفسد بذلك، لكونه متعمدا تكرار النظر متلذذا به حتى أمنى. أما إن تفكر فأمنى فلا يفطر بذلك عند جمهور العلماء، لأن التفكير فقط ما عملش حاجة خالص إلا التفكير، وهو مما عفي للأمة عنه. فالفكر مثل الاحتلام، والاحتلام لا يفطر اتفاقا. احتلم في نهار رمضان فلا شيء عليه وصومه صحيح، عليه أن يغتسل. أما المذي فعلى الراجح من أقوال العلماء لا يفطر، وهو قول الجمهور، يعني نظر فأمذى أو تفكر فأمذى أو لمس امرأته فأمذى، هذا لا يفطر. لماذا؟ لأن من خرج منه المذي لم يأتي شهوته. المذي لا يخرج مصحوبا بلذة، وإنما يخرج عند التفكير في الشهوة. وأما المني فهو يخرج مصحوبا بلذة عند الشهوة. فلذلك هنقول هذا لم يخالف قول الله يدع طعامه وشرابه وشهوته. هذا الذي خرج منه المذي إلى الآن لم يأتي شهوته. فلهذا لا يقاس على المني. وكما أنه لا يغتسل من المذي وإنما يغتسل من المني، فكذلك يحصل الفطر بخروج المني بشهوة وليس بخروج المذي، وهذا مذهب الشافعية. الحنابلة عندهم قولين بيرجحهم وجوب أنه قد أفطر ويجب القضاء والكفارة، ونحن نرجح أنه لم يفطر أصلا. أما ما يبطل الصيام ويوجب القضاء فقط، احنا قلنا الأكل والشرب عمدا بعذر، مريض أو على سفر. القيء عمدا لحديث يوجب القضاء فقط، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. ومعنى ذرعه القيء أي غلبه دون قصد منه وعمد، فهذا صومه صحيح ولا شيء عليه. أما من تعمد القيء حط صبعه بقه لغاية ما يرجع فعليه القضاء. وقد احتج بعض أهل العلم في وجوب القضاء على الآكل والشارب عمدا بالقياس على القيء عمدا، حيث أوجب النبي صلى الله عليه وسلم فيه القضاء، وهو قياس أبعد بكثير من القياس على المجامع. فالقيء ليس فيه شهوة، لا يشتهيه أحد، إنما هو من جنس المرض، فالإنسان لا يتقيأ تلذذا، وإنما يقع منه ذلك نتيجة نوع من المرض.
ولذلك أمر من تقيأ عمدا بالقضاء فقط دون الكفارة. فقياس الآكل والشارب على المتقيئ وعدم قياسه على المجامع بعيد جدا. فالصحيح أن الأكل والشرب شهوة أقرب إلى الجماع منه إلى القيء الذي هو أقرب إلى المرض. فهذا من باب الشهوات. وفي الحديث الصحيح يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله، ولم يقل ويدع القيء مثلا، مع أن الصائم لا بد له أن يدع القيء عمدا. لذلك الأقرب إلى القياس أن يقاس الأكل والشرب على الجماع وليس على القيء. الحيض والنفاس ولو في اللحظة الأخيرة قبل غروب الشمس، وهذا مما أجمع العلماء عليه. فالمرأة الحائض والنفساء لا يصح منهما الصوم بإجماع أهل العلم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فدل ذلك على أن المرأة الحائض تترك الصوم والصلاة حال حيضها، غير أن عليها قضاء الصوم دون الصلاة. فإذا حاضت المرأة أو ظل حيضها مستمرا إلى أن طلع الفجر بدم أو كدرة أو صفرة متصلة بالدم الذي قبلها، فهذا اليوم قد فسد صيامها فيه ويلزمها قضاؤه بعد طهرها. بنقول الكلام ده ليه؟ لأن الكدرة والصفرة بعد الحيض، بعد الدم في الحيض حيض، وأما بعد الطهر فإيه؟ فطهر. يعني إيه؟ يعني دخلت القطنة طلعت بيضة طهرت، لقت كدرة وصفرة بعد كده هي ما زالت إيه؟ طاهرة، لسه هي حائض بتشوف الدم وقف بس لسه الكدرة والصفرة ما وقفتش، بعد الدم على طول يبقى هذا حيض. لحديث أم عطية: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. يبقى معدودة قبل الطهر شيئا، مش كده؟ طيب بعض النساء بيجي لهم إفرازات قبل الحيض، قبيل الحيض تبدأ إفرازات بنية. الإفرازات دي مسبوقة بإيه؟ بطهر. يبقى هي إيه؟ طهر على هذا الحديث الصحيح. يبقى خلافا لمن يقول من العلماء إن الكدرة والصفرة زمن الحيض حيض، لا، الحديث قال بعد الطهر. إذا كانت بعد الطهر فهي ليست شيئا، إن كانت بعد الحيض بعد الدم فهي حيض. ولو طالت المدة؟ لا، المدة أقصى حاجة يكون 15 يوم. المدة الحيض أقصى حاجة 15 يوم. لا يعني المعتاد 7 أيام أو 8 أيام بالنسبة للمرأة، زاد 10 أو 12. المرأة اللي عادتها 7 أيام 6 أيام بتركب جهاز بتستخمر حقن بتقعد تنقط أكتر من كده، ماشي كده، تتغير العادة لغاية ما منقولش عليها مستحاضة، لغاية ما تكمل 15 يوم. الموضوع ده طبيبات كتير مش فاهمينه، وأطباء وأي حاجة ملخبطة يقولوا ده بسبب الجهاز يبقى مش حيض. لا، الأصل في الدم النازل من فرج المرأة أنه حيض إذا أمكن أن يكون حيضا. أمكن أن يكون حيضا إزاي؟ بأن المجموع بتاع نزول الدم ما تجاوزش 15 يوم، أو أن المساء الطهر اللي بين الحيضتين 13 فأكثر. إذا مرت 13 يوما من الطهر الكامل ثم نزل دم يبقى بقت حيضة جديدة، لأن أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. جي منين الكلام ده؟ فين الأحاديث اللي تدل على الكلام ده؟ هذا مردود إلى الوجود، هذا الأمر. طب هقول لك حاجة، الطفلة اللي عندها
عدة أيام ونزل عليها دم، بيحصل تكون هرمونات نزلت من دم الأم إلى دم البنت، هنقول إن البنت دي حائض؟ قطعا لا، لأن أقل سن للحيض 9 سنوات. جبنا منين؟ جبنا من الواقع المشهود إن البنت اللي تحيض قبل 9 سنين نقول لها دي مريضة، دي عندها مشكلة، مش هنقول إنها بلغت عند 9 سنين. لازم تمر 9 سنوات هجرية عشان نقول كده. الست اللي عندها 80 سنة ونزل عليها دم، اللي بيقول مفيش حاجة مردودة إلى الوجود ومفيش دليل هيقول دي حيض. هتقول له ليه؟ ما عندكش أنت أكثر سن للحيض، أكثر سن للحيض 60 سنة، لأن مفيش نساء بعد 60 وسط ملايين النساء، يمكن لو واحدة كل 4 مليون ممكن، لكن ده مش موجود كمعتاد أو ككثير أو كوجود حقيقي. ولذلك بنقول للمرأة بعد 60 لا تعيد. جبنا منين؟ من الواقع. البنت بتبدأ أقل سن للبلوغ 9 سنين، 10 سنين، 11 سنة، ده واقع، أمر موجود. وينقطع الحيض 50، 51، 52 لحد 60. وبالتالي فهذا الأمر يبقى الحيض كذلك. العلماء دوروا النساء بتقعد قد ايه حيض، وصل اقصى حاجة عندهم من الاخبار الى 15 يوما، والطهر بين الحيضتين 13 يوما. وإلا لو ان مفيش تقدير بما يرد الى الوجود، هنبص نلاقي ان واحدة بتقول انا حيضت دلوقتي وطهرت 3 ايام وبعدين حيضت تاني وبعدين طهرت 3 ايام وبعد كده يبقى العدة انتهت. على هذا 3 حيضات، حاضر تاني هنقول ده كلام باطل قطعا، دي كلها حيضة واحدة بينها طهر، دم بينه في 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 اثناء الحيضة في طهر. المهم ان المجموع يتجاوزش 15 يوم. فيبقى العادة بتتغير بسبب اللولب، بسبب الحقن، بسبب الاقراص. فيترتب على ذلك ان احنا نعتبر اكثر الحيض 15 يوما واقل الطهر بين حيضتين 13 يوما. واما اقل الحيض، اقل الحيض فكما قال ابن عباس اذا رأت الطهر ساعة اغتسلت وصلت وصامت ايضا. يعني هي لقت الطهر، دخلت القطنة طلعت بيضة، الدم نزل وبعدين وقف، فبتدور فطلعت القطنة طلعت بيضة، طهرت. ما اقدرش اقول انها حائض لمدة 24 ساعة على الاقل وهي الان لا دم عليها، وقد طهرت طهرا تاما. احكام الحيض ضرورية. اللي بيقعدوا يسخروا يقولك من فقهاء الحيض والنفاس، دي احكام ضرورية لكل النساء في يعني والمكلفات، فلا بد ان تعرف. اما الاحكام، اما اكثر الطهر فلا حد لاكثر الطهر. يعني لو قعدت 7 شهور طاهره وبعدين حاضت بعد كده، هنقول ان ده ما ينفعش؟ لا ينفع. وهتبقى لو واحده، انا اعرف واحده قعدت عدتها 2 سنين و3 شهور، تقعد كل 9 شهور ولا كل 7 8 شهور تحيض مرة وخلاص، ده لأن لا حد لأكثر الايه الطهر. في حد لأكثر الحيض، في حد لأقل الطهر بين حيضتين، لا حد لأكثر الطهر، لا حد لأقل الحيض. دفقة أقل الحيض دفقة وطهرت بقت دم. النفاس نص الحديث 40 يوما، أكثر النفاس 40 يوما. بين فريضتين الحيض ممكن ساعة الدفقة دي بعدين طهرت خلاص. خلاص.
صامت يوم ما بين حيضة واحدة بينها طهر لو صامت اليوم ده صح، يعني هي رأت الطهرة قبل الفجر صامت فضلت لغاية بعد المغرب نزل عليها دم تاني رجعت حائض تاني، هي نفس الحيضة بس اليوم ده ايه صحيح. مش عشان الصلاة الايه الايه التنفيذ دوت مش عشان ما تبطل الصلاه صحيح، يعني الطهر اللي اثناء الحيضه بتصلي وتصوم فيه احنا بنحسب اكثر الحيض المده دي اللي اسمها التلفيق، ان انا لفقت الدمين على بعض وبما فيهم فتره الطهر عشان اقول دي مستحاضه ولا مش مستحاضه اذا جاوزت 15 يوما. اذا طهرت الحائض او النفساء اثناء النهار من رمضان فالصحيح أن عليها أن تمسك بقية اليوم، وكذا إذا زال عذر صاحب العذر أثناء النهار لقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء من كان أصبح صائما فليتم صومه ومن كان أصبح مفطرا فليصم بقية يومه، رواه البخاري ومسلم. عندما كان عاشوراء واجبا في السنة الأولى والثانية من الهجرة، هي سنة واحدة لأن الصيام فرض في شعبان في السنة الثانية، والرسول صلى الله عليه وسلم وصل المدينة في ربيع الأول فأدرك عاشوراء واحدا قبل فرض رمضان. فدل الحديث على أن من كان مفطرا بعذر ثم زال ذلك العذر أثناء النهار من رمضان أو من الصوم الواجب وجب عليه أن يمسك بقية يومه لحرمة اليوم وتعظيما له، فإن هذا الأمر بصيام وإمساك بقية يوم عاشوراء كان لمعذور لم يكن يعلم بوجوب الصوم، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكمل بقية اليوم صائما لزوال عذره. زي إيه؟ واحد نذر أن يصوم يوم عودة فلان، وبعدين فلان ده جه هو صيح الصبح مفطر لان فلان لسه ما جاش، وبعدين مصر لو جه يعمل ايه؟ يكمل يمسك بقية اليوم ويقضي يوما عن هذا اليوم الذي نذره. ولا شك ان رمضان اعظم فضلا ومنزلة من عاشوراء، فلا يجوز لمن زال عذره أثناء نهار رمضان الأكل والشرب أو الجماع، ولا يعتد بصيام هذا، وعليه القضاء لأنه كان مفطرا. وعلى هذا فإن المرأة إذا طهرت من حيضها أو انقطع دم نفاسها بعد الفجر أو قدم المسافر أثناء النهار أو برأ المريض وشفي أو أفاق المجنون من جنونه أو بلغ الصبي وكان مفطرا، فكل هؤلاء يمسكون بقية اليوم. والكافر إذا أسلم في نهار رمضان يلزمه أن يمسك بقية اليوم، لكن لا يجب عليه قضاء ذلك اليوم الذي أسلم فيه لأنه لم يكن يجب عليه الصيام في أحكام الدنيا من أول الفجر، وما مضى من اليوم مر عليه وهو ليس ممن يلزمهم الصوم فيه، يلزمهم في الدنيا، فلذلك لا يؤمر بالقضاء إذا أسلم أثناء نهار رمضان، ولكن عليه صيام ما تبقى من أيام الشهر. ومن أهل العلم من يقول إن من أفطر بعذر في رمضان ثم زال عذره في نهار رمضان لا يلزمه إمساك بقية اليوم، وجاز له أن يكمل اليوم مفطرا، ده ترجيح الشيخ العثيمين. لكن الصحيح الذي دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان أصبح مفطرا فليصم بقية يومه هو لزوم الإمساك لحرمة الشهر مع القضاء في أيام أخرى. مما يفطر ويبطل الصوم تناول ما لا يغذي من المنفذ المعتاد إلى الجوف،
فإذا وصل إلى جوف الصائم شيء من المنفذ المعتاد كتناول الملح مثلا، فهذا يفطر في قول عامة أهل العلم، وكذا لو ابتلع حصى، ويلزمه قضاء ذلك اليوم، لكن لا تلزمه الكفارة إن كان ما تناوله أو وصل إلى جوفه لا يتغذى به، لأن مثل ذلك إنما يتناول لسبب وليس يشتهى حتى يفعله الإنسان، وهذا مذهب الحنفية وهو الرجح. فعلى ذلك من ابتلع حصاة أو ترابا أو ملحا ونحو ذلك فعليه القضاء دون الكفارة، وكذا كما سبق إذا وصل إلى جوف الإنسان خيط أو منظار طبي سواء عن طريق الفم أو الأنف فإنه يفطر بذلك، مع أن ذلك ليس بطعام ولا شراب ويجب عليه القضاء فقط. قضية العزم على الفطر، من عزم على الفطر بطل صومه وعليه القضاء وإن لم يتناول مفطرا، لأن النية ركن من أركان الصيام، فإن نقضها قاصدا الفطر ومتعمدا له انتقض صيامه لا محالة ما دام كان جازما غير متردد. يعني قال أنا فطرت خلاص، بخلاف واحد يقول إيه أنا تعبان قوي أفطر ولا ما أفطرش، أنا مسافر مثلا والدنيا حر خالص الصيام رخصة أفطر ولا ما أفطرش، أنا أسهل لي أن أفطر، لا ما تكمل اليوم أحسن. ده إيه؟ ده متردد وهو ماسك النية لسه موجودة، وإلا مش هينقض العزم إلا عزم. من كان مترددا بين الصيام والفطر كمن أصابه تعب أو إعياء، أو شخص كان مسافرا فتردد هل يكمل الصيام أم يفطر، فالراجح أن هذا التردد ليس بمفطر حتى يعزم على نية الفطر جازما بها، إنه برضو مش حفطر، لا أنا فطرت. العزم معناها أنا بقيت مفطر، أنا مش طايم دلوقتي، لكن بيقول إيه أنا يعني كمان شوية حفطر، لسه ما جاتش شوية دول بقى لسه ما فطرش. أما من علق الفطر على شيء أو قال مثلا إذا عدت إلى المنزل فسوف أفطر، وهذا لا يلوز في صوم الفريضة بغير عذر، ولما عاد لم يفطر، فالراجح صحة صومه لأنه لم يفطر بعد ولم يقطع نية الصيام في الحال، وإنما علق الفطر على شيء أو أمر ثم لم يفعله فبقي على نيته الأولى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.